اييه انا غادي نشدي دابا غنطلع ان شاء الله غنكمل المدينه للرحمه. هو الطوبيس هذوك الطوبيسات اللي كانوا الاولين ذوك الحفلات المؤقته كانوا شويه عراض، هادو شي شويه ما عندهمش العرض، كاين غير واحد المساحه اللي ما كتقدش باش تدخل انت واحد، الاخرين كانوا شويه عراض، هادو ماشي عراض. الحمد لله معتبرين، هاد الناس اللي كيسهروا عليهم الله يجازيهم بخير، الطوبيسات ما عندنا ما نقولوا، الكليما مرحين، يعني الامور كلها بخير وعلى خير، وكنتمناو من المواطنين يحتافظوا على هاد الحافلات ويتهلاو فيهم حيت يخدموا المصالح ديالهم. واللي كنتمنى ان شاء الله اللي كنتمنى هو النظام والمراقبه ويكون الامن، لان يعني الامن مساله مهمه في الامن، لان بالاخص هذه النمره 50 فوضى عارمه مع الصباح وفي العشيه، واللي بغى يشوف هذا الشيء هذا يجي الصباح بكري وفي الليل، يعني من السبعه للفوق فوضى عارمه كتكون باش نبقاو محتافظين على هذه الحافلات ديالنا. كنتمنى ان شاء الله يحتافظوا الناس على هذه الحافلات وتهلاو فيهم، والله يجازيهم بخير الناس اللي كيسهروا على هذه الحافلات، الله يجازيهم بخير مره اخرى. الطبيب جانا مزيان ونقي، ونطلبوا من الله يخليوه بحال هكايا ديما، يعني ماشي زعما يتكرفس او هذا، والله صايب هذا الشيء اللي نطلبوا، والله يخلي لنا سيدنا والله يخلف عليه. الطوبيس من الداخل زوين ونقي، الكراسة ديالو مريحين، يعني وغادين في سلام، يعني ما حاسينش براسنا كاع حنا غاديين. الطوبيس يعني جيد، يعني النوع الممتاز، يعني هاد إذا كان الناس كيعرفوا بالحاجة نقية ويحتفظوا عليها ويحتفظوا على الرواق ديال المدينة ديالهم والحفلات، راه يعني أحسن حفلات، يعني الحمد لله، يعني هذا هو الديفو، ما عندهم حتى شي ديفو حاليا، لا غادي تكون يمكن تكون من بعد، ما حاليا دابا الحمد لله مزيان، وحتى الاكتضاض ما تيكون شاي، وكان طوبيس مورا طوبيس، وهذا هو يعني جيد يعني ممتاز. ركبت فيه اليوم، ركبت فيه جوج مرات، وكنتمنى من الله ولدي، هذه الامنيه ديالنا والله، يبقى حنا طوبيسنا نقي، ويبقى الانسان زعما هما يركبوا يحافظوا، يركبوا هما ويركبوا حنا ويركب الشعب كامل، كنتمنى زعما حنا شويه الحضاره وشويه التقدم. والله الا قبيله في الناس في الطوبيس كيهضروا، كيقول شو الطوبيس زوين ونقي، وكنتمناو من الشباب يخليوه. باش ما كانش تقول الحمد لله اخويا، المهم راه اللهم العمش ولا العمى اخويا كما تيقولوا، فهمتني؟ المهم الحمد لله بعدا نقيين بعدا، فهمتني؟ شي بحال ذوك الطوبيسات الاولين كانوا فهمتني شي دجاجه محايده وباب ما كاينش وهي غاده. الثمن كيجا؟ اخويا الثمن هو اخويا راه الثمن بحال الاول بحال دابا. الطوبيس زوين وداروه لينا الناس، الله يكثر خيرهم باش يعاونوا المواطنين يركبوا في الطوبيس يمشيوا مرتاحين. هادشي اللي كنشرح ليهم باش الله يرحم ليهم الوالدين وباش يعاونونا ويزيد الشعب لقدام. الطوبيس زوين وكنتمنى من الناس، الدوله دارت لينا طوبيس زوين وكنتمناو فيهم يتهلاو فيه، لان نحن المستفيدين، نحن الاكبر، يعني الدوله ما تستافد منه والو، يعني حنا اللي كنركبوا فيها الطوبيس، يعني حنا خصنا نتهلاو فيه، يعني بزاف د الحوايج، وهذه بادره طيبه، كنتمنى على الله الدوله تزيد لقدام، وتا الشعب ديالها يكون واعي شويه، ويتهلاو فيها الطوبيس. مزيان والشكل ديالو مزيان، كيف ما هو نيت، كيف ماشي زعما بحال الاولين شويه كانوا دايرين كرفسين شويه، وعلى الله يبقاو هكا مزيانين. الله يخليهم هكا مزيانين، كيف فهمتي راك عارف الناس ديالنا شويه، هاد الدراري الله يهديهم ما كيخليوش حتى حاجه متقاده. اتمنى عادي 5 دراهم، هادشي اللي قالوا لي، قالوا 5 دراهم باش كيركبوا عادي، حتى انا دابا حيت يلاه غنركب فيه.